اسمي عبد العزيز من سجل المحلي بأسفي، محكوم 30 سنة قضيت منها وراء القطبان ما يناهز 28 سنة. هي فترة مدة حقيقة طويلة، ولكن فيما يخص يعني الفترة اللي دوزتها كانت الحمد لله داخلة في قطاع التعليم. فمنذ التحاقي بالسجل المحلي بأسفي نظرا لتخصصي سابقا في الهندسة المدنية، لقيت واحد الشعبة كتدرس أنا ذاك ديال الهندسة المعمارية، درست جوج الأفواج، من بعد درست بناء متعدد الكفاءات إلى أنا ذاك دخلت مؤسسة محمد السادس ديال التكوين المهني للسجون، يعني ولاو دي فورماتور. أنا التحقت بالتعليم، كندرس الرياضيات والفرنسية فيما يخص الابتدائي، ورغم أنني كندرس أنا حاولت باش ندير واحد المصالحة ذاتية ومحاسبة ذاتية، يعني النقاط ديال الضعف ديالي خصني أنا نقويهم. أنا كندرس النزلاء إخواني، أنا خصني ندرس أنا عاود، درت أنا بكالوريا جديدة، تبعت في جامعة، خديت إجازة قانون خاص، إجازة في علم اجتماع، حاولت ناخذ شواهد فيما يخص التكوين المهني بحال شعبة ديال ديبلوم ديال شاف باتيسيي ديال الكتريسي دي باتيمون ديال لابانتور فيتروري، يعني حاولت انا تنستافد ديك الفتره السجنيه، نستافد لان الاستفاده كيستافدوا مني سجاء فيما يخص ديك التعليم. و ضمن 2017 كانت واحد الكونفونسيون ديال المندوبيه العامه مع الوكاله ديال محاربه الاميه، درت واحد التدريب كان ديال تدريب مؤطر، حاليا دابا كندرس نيت محاربه الاميه. عاود في انجاز اخر اللي هو مهم بزاف، لان كانت واحد الكونفونسيون مع الرابطه ديال العلماء، دوزت ثاني ستاج باش خديت كمثقف نظير وخدمت سور تيران على بعض السجون، يعني ديما كنخدموا على الدعوه التحسيسيه ضد التطرف والارهاب فيما يخص مسائل الاستقطاب وما يماثل. وحاليا انا الحضور ديالي هنا بالسجن المحلي بني ملال، وهو مشاركه ديالي في الدوره السادسه للجامعه الربيعيه، والموضوع تحت الموضوع ديال الرعايه الاجتماعيه للسجناء. وفي حق المحاضرات اللي دوزنا والمناقشه اللي كانت، يعني كانوا مواضيع مهمه، وخاصه هذه الرعايه الاجتماعيه للسجناء سواء داخل الفتره او خارج المده، يعني ما بعد الافراج. فداخل الاستفاده اللي استفدت من الدوره، هو كنعرفوا بان الانسان كيستافد، السجين والنزيل كيستافد في الرعايه الاجتماعيه من المندوبيه العامه، الحمد لله دايره واحد الرعايه فيما يخص التعليم فيما يخص الصحه، يعني هادو كاينين. ولكن المشكل اللي كاين عند المندوبيه العامه وهي ما بعد فتره الافراج، يعني كناخذوا هنا كندخل ملي كنقولوا ما بعد الافراج، يعني كندخلوا في واحد الرعايه الاجتماعيه اللي هي حقوقيه، يعني السجين ربما تقدر يخرج موسين كما سيرتو صحاب مده طويله، يقدر يخرج موسين، السكن، المرض، يعني هنا كيخص تكون واحد الرعايه اجتماعيه يعني محضه. وكانت اللي هو الاستفاده المهمه هو بحضور السيد مدير شؤون الجنايات والعفو هشام، الاستاذ هشام ملاطي، يعني شفنا شي مسائل اللي هي جديده، اللي هي مقتضيات قانونيه طبقا للقانون الجنائي الجديد والمسطره الجنائيه، يعني داك الشيء كان مقترح في المسوده، الحمد لله دابا راه على الابواب باش يخرج التفعيل والتنزيل والتنفيذ. انا 28 موسم دراسي وانا تندرس مؤسسه سجنيه. كاين عندي معايا الناس اللي حاليا دابا واحد قرا عندي في المحاربه في التسعينات، دابا راه خدا اي 6 موسم دراسي 2017 2018، هو معايا هنا في القاعه هو حاضر معايا. واحد كيدير دابا ديريكتور داجونس مشى معايا من الاعدادي حتى خدا اجازه في ليكونومي. الناس اللي كما قلت لك دارت كونفونسيون مؤخرا ديال الحنت، يلا تولدت هذه الوكاله ديال محاربه الاميه، يعني تحت الرعايه ديال رئاسه الحكومه، درت واحد الكونفونسيون مع المندوبيه، يعني كتدي سجانا كيديروا دي ستاج مؤطرين كيجيو جولهم هما، ومن بعد حنا كنجيو كيستقطبوا لنا دوك الناس، لان دايرين واحد الكونفونسيون دايرين سجون بدون اميه، وسيرتو الفتره السجنيه ديالو ما يضيعهاش يقرا.
يقرا ويتعلم ويدخل معلومات جديده للراس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.